اليوم تأهلوا معانا للنهاية 4، الله أتمنى لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. توقع شاهين دوسري الأول. واحد نواف بن ناصر الشاهين، سناح رقم 2 أحمد السادة، وسناح 3 شاهين الدوسري، سناح 4 فريق برزان. يلا يا شباب فرعوا وفالكم التوفيق ولا حد يستعجل، فرعوا موفقين. ألف مبروك المركز الأول شاهين الدوسري، تستاهل. ثاني فهد بن ناصر، ناموس ناموس. مبروك مبروك. ثالث برزان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم كان عندنا ختامي بطوله الطلع 2023 في مهرجان مرمي. مبارك للفائزين. المركز الاول شاهين الدوسري، المركز الثاني بن شافي، المركز الثالث فريق برزان. مبارك لهم، واللي ما حالف الحظ نقول له حظ اوفر، ونشوفكم ان شاء الله في السنين الجايه. توقعاتك يا ابو سلطان اليوم؟ والله اجواء طيبه، الدور الباقي على هالشواهين، ان شاء الله انه بيكون في سنين. يا معين انك تعين الصابرين اللي سنين منحرين على الوعد في. مرحبا ومشهلا، والله يحييكم. اليوم بدات الفتره المسائيه، اللهم لك الحمد. الفتره الصباحيه مثلت اهل الشواهين خير تمثيل، ولكن اليوم الدور على اهل الشواهين انهم يسودون حمام فخرو. عش في عز وسلام، متجهزين من فجر، ندعي الى وقت الظهر ونهدها العصر لجل انت نوم اسفل ختام. يا ربعنا حان الوعد يا للتحدي والهدف. انا جيت وشو الهدف؟ ورحمة الله وبركاته. اليوم المجموعة 13 اللي هي الفترة المسائية، الحمد لله رب العالمين تأهل عندنا واحد من المشاركين. العروضات كانت طيبة، الأجواء الحمد لله رب العالمين فوق الخيال، الله يجعلها امطار خير وبركه على البلاد والعباد. نسال الله التوفيق للجميع الجاي ان شاء الله. طرح العجم اللي لا طارت ما تبور وكفوفها تفرق.